النبي يجيب والله فوق العالمين رقيب خرج الأمين على الصحابة مشرقا وإذا الحبيب من الأمين قريب فتذكر الخل الكريم لقاءه في الغار اقرأ واللقاء مهيب سأل النبي عن الجوامع كلها بعد السؤال يقول أنت مصيب عجب الجميع من السؤال ورده أمر الأمين مع الرسول عجيب يقول ما الإسلام يا خير الورى الناس حيرى والنبي لبيب هذا أمين الوحي جاء معلما جبريل يسأل والنبي يجيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده الحمد لله حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله البشير النذير السراج المزهر المنير خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما لبنة تمامهم ومسك ختامهم رافع الإصر والأغلال الداعي إلى خير الأقوال والأعمال والأحوال الذي بعثه ربه جل وعلا بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فختم به الرسالة وعلم به من الجهالة وهدى به من الضلالة وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وتركنا بأبي وأمي وروحي على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه وسن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء وأيتها الأمهات الفاضلات وأيها الإخوة والأخوات وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه أحبتي في الله اسمحوا لي أن تكون حلقة الليلة حلقة خاصة عن مكانة السنة وحجية السنة وقدر السنة وقدر صاحب السنة صلى الله عليه وآله وسلم فإننا نشهد الآن حربا شرسة حربا عاتية على أصول وأركان وثوابت هذا الدين ومكمن الخطر في هذه المرحلة أن الذي يعلن الحرب الآن على الأركان والأصول والثوابت لا يعلنها الآن المستشرقون والغربيون فحسب بل مكمن الخطر أن الذي يعلن الحرب الآن على الثوابت والأركان أناس من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ويظهرون الآن على شاشات فضائياتنا بل ويتحدثون عبر صفحات طويلة في الجرائد والمجلات يطعنون في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا خجل أو وجل أو حياء ولا حول ولا قوة إلا بالله
أولئك الذين يسمون الآن في الأمة بالنخبة، بالمحررين، بالمجددين، بالمطورين، بالمثقفين، بالمتنورين، إلى غير ذلك من هذه الألقاب الضخمة والأوصاف الكبيرة التي يلقبون بها ويوصفون بها، لتجعل تلك الأوصاف من جهلهم علما ومن انحرافهم استقامة، وللي أعناق الناس إلى أفكارهم الخبيثة ليا، وهيهات هيهات، فهم كالطبل الأجوف يسمع من بعيد وباطنه من الخيرات فراغ. وقد حذر نبينا صلى الله عليه وسلم من هذا الصنف تحذيرا شديدا، ووصفه لنا بأبي وأمي وروحي وصفا دقيقا، كما في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. انظروا معي إلى فقه حذيفة، وتدبروا معي في هذه الليلة أيها الأفاضل كل لفظة أرددها. قال حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، يعني قبل الإسلام، فجاءنا الله بهذا الخير، يعني بالإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ فقال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى: نعم. فقال حذيفة: فقلت: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، وفيه دخن،